قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بولاية عين تيموشان بيوم إعلامي تحسيسي لمربي المواشي قصد الكشف عن مزايا لتأمين مواشيهم المتضررة من وباء الحمى القلعية. التفاصيل مع كمال بوعز عبيد وهشام بشكيت. إقبال مربو الحيوانات والموالون على تأمين ممتلكاتهم الحيوانية يبقى ضئيلا رغم الارتفاع المستمر للمؤمنين من يوم لآخر، في وقت يدفع فيه التخوف من تنامي وانتشار رقعة بؤر مرض الحمى القلاعية بعديد ولايات الوطن. فيما يخص نسبة التعويض يعوض 80% بقيمة البقرة المؤمنة. فوالا فيما يخص كما يقولوا لي زافونتاج، كما يقولوا حنايا نمشوا مع الفلاح نرافقوه ونعطوا له سادير نعطوا لهم التدابير الوقائيه، نخرجوا لهم الخبراء البياطره باش يوعيوهم باش يخدموا سادير باش يوعيوهم باش يتفاداوا على هذه الامراض وعلى كل فيما يخص تربيه الابقار. إقبال مربو الحيوانات والموالون على تأمين ممتلكاتهم الحيوانية يبقى ضئيلا رغم الارتفاع المستمر للمؤمنين من يوم لآخر. أدعو جميع الفلاحين لاكتتاب عقود التأمين، من بينهم عقود التأمين، ورانا دايرين تسهيلات وتسهيلات فيما يخص الدفع بالتقسيط وكذا ديريديكسيون رانا دايرين. مزايا عدة يستفيد منها كل مؤمن كالتخفيضات في مبلغ التأمين وإمكانية تسديد المبلغ بالتقسيط.